الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، لازلنا نتواصل وياكم شوطا تلو شوط. ها هي المرحلة الثانية والجولة الثانية، ها هي انطلاقة الشوط الحول للمحليات الأصايل. مباشرة نسير بكم على مقدمة هذا الشوط. أرى هي على المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ننتقل إلى المركز الثاني، مصيحة في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر سلطان بشر الخاطري. ننتقل إلى المركز الثاني الثالث، وفي المركز الثالث شوامخ في المركز الثالث لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع خيال لكن ينخطف. المركز الرابع شف وصلت من المركز الرابع إلى المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس خيال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز السادس مياسة لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى بقيادة مضمر سالم بن خلفان بالشاوي الغفلي. وفي المركز السابع ناخذ اللي في المركز السابع في هذه اللحظات، وجنة وصلت في المركز السابع وكنا في الوجنة عرق حنة أو عنب عاتق من سنين. يا سلام يا وجنة، وجنة لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن شواهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. وفي المركز التاسع هملولة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز العاشر ذخيرة في المركز العاشر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة أحد بطاحلة التضمير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. مساء الخير يا أبو حمد، ما دام عندي ولد مياس يهبني من مطلعي كوس. يا سلام يا سلام، أبو حمد تعامل مع كل السلالات متواجد أيضا في هذا المساء وفي هذا المجال في هذا العالم من عالم الهجن من عالم الأصايل. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مصيحة على مقدمة هذا الشوط. غيرت وانتقلت إلى المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. وفي المركز الثاني شف المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم غايد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي مضمرا لشف. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث شوامخ لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. خيال في المركز الرابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وجنة وصلت وانتقلت إلى المركز الخامس. يا سلام يا وجنة، تذكرني بأسامي صالح وجالا على أراضي ميادين الدولة، بوجنة وعسيلة وأيضا الأسامي الكثير والكثير من الأسامي القديمة، أيضا الأسامي التراثية الذي أطلقها سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه على سلالة بناته مقصصة عندما جن في سن اللقاية مع الرموز مع الكاسات على أرضية ميدان ند الشبه. يا سلام يا سلام، وجنا من أحد هذه النجمات الصاعطة على أراضي ميادين الدولة. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس راهية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. مياسة العود مياسة الشكل على المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى بقيادة أحد الشباب المضمرين سالم بن خلفان
عثمان بالشاوي الغفلي، وفي المركز السابع شوامخ لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثامن غدوم أيضا من حاف وصلت لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان بقيادة المضمر جد النمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، وفي المركز الثامن ولا التاسع ناخذ المركز التاسع في هذه اللحظات أراها ملولة لسمو الشيخ زايد بالمربى المكتوم بقيادة مضمر النجوم الخمس حمد بن علي العويسي، وفي المركز العاشر شواهين في المركز العاشر لهجن الرياسة بقيادة المضمر الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه النتيجة، هذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط ونرجع إلى مصيحة. مصيحة لا زالت سيدتي هذا الشوط حتى هذه اللحظات لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر صاحب الأسامي الشرية. طالع ياي برق فوق حك ظهرك، يا سلام شورك عندك سلطان بالشر بن عبد الله الخاطري. لكن هنا خيال تغير وتنتقل مثل الخيال إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام خيال، لكن نحن في واقع مع خيال على أرضية ميدان المرموم في هذا المساء. ها هي خيال تغير إلى مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز الثاني مصيحة في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري، وفي المركز الثالث وجنة لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شف وصلت، يا سلام شف وصلت إلى المركز الرابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس مياسة لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى بقيادة المضمر سالم بن خلفان بالشاوي الغفلي، وفي المركز السادس من حاف لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان بقيادة جنتنمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، وفي المركز السابع شوامخ لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثامن شواهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وفي المركز التاسع هملولة لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم الينيبي، وفي المركز العاشر منصورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن محمد بالضبيعة الاجتبي. هذه النتيجة، حتى هذه اللحظات. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. شف تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. شف المركز الأول، شف العرض المميز في هذا المساء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية المتواجدة في منطقة مرغم علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي مضمرا ومسيرا لدى شف. لكن وجنة لها كلام ثاني تتدخل وتغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام يا وجنة على هذا الأداء المتميز في هذا المساء وفي هذه العروض مع سن الكبار مع سن الحولي والزمول. وجنة على مقدمة هذا الشوط وكنا في الوجنة عرق حنا أو عنب عاتق من سنينا تكبر انت في تخيلنا والكبر لله علينا. يا سلام يا سلام يا وجنة على هذا الأداء المتميز. ركضت الغاي وعرضت الغاي بدون أي أوامر من المضمر الواثق
دائما من إمبراطورية هجن العاصمة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي دير بالك يا أبو راشد، علي متواجد مع شف أيضا، دير بالك شف غادمة، شف غادمة بقوة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الشاب علي بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز، الركض المتميز والركض التلغائي حتى هذه اللحظات بدون أي أوامر تذكر من الأخوان المضمرين والمدربين والذين يقومون بالعناية، العناية التامة لدى وجنه ولدى شفه. وأيضا نشوف أيضا غدوم، غدوم أيضا من شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان على ظهر منحاف وعلى ظهر على ظهر الهدرة. هذه النتيجة، لكن نرجع إلى وجنة، وجنة قادرة باي باي هدى حافظ مع السلامة على هذا الأداء المتميز والعرض المتميز. تلغاي تلغاي سلام سلام عليك يا إمبراطورية هجن العاصفة، أينما ذهبتي أينما رحلتي سواء في مركز تمهيدي أو تميز أو في ختامي أو في مناسبة، ها هي هجن العاصفة، ها هي هجن العاصفة دائما من جديد إلى جديد، ها هي هجن العاصفة، هجن الذهب، هجن الكاسات والسيوف والأشدة، ها هي العاصفة تشاهدونها على شاشة التلفزيون، ها هي وجنة تعصف بهذا الشوط. سلام عليك يا هجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز وجنة بهذا الشوط. تهانينا أيضا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي شف في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي وفي المركز الثالث العنود لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع شواهين لهجن الرياسة. وفي المركز الخامس منحاف لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول وجنة إلى خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، قاطعة مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدرة. ها هي وجنة ساعة وصولها إلى خط النهاية 12 دقيقة 37 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصلت في المركز الثاني. شف وصلت في المركز الثاني 12 دقيقة 40 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا للمضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصلت في المركز الثالث. العنود واصلة في المركز الثالث ولا ذيبنالها طاري أبدا إلا عند خط النهاية تحصل على المركز الثالث في زمن وغدرة 12 دقيقة 47 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا للمضمر المتمرس عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا المساء المتميز. تهانينا والناموس.